السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا بنيتي؟ طيبة يا بابا؟ بخير الحمد لله. ما شاء الله. وش بس مستحية؟ كان في ذمت كلام ودك تقولينه. إيه بس صراحة ما أدري منين أبدأ. تبين أختصر عليك الكلام؟ تبين دراهم؟ قول عليها كم مريبة. حنا ناويين نشتري بيت ونقصتنا فلوس. من حقك يا بنيتي اللي تامرين به، كم تبين؟ 600,000. 600,000 بس؟ بعطيك مليون، بس بشرط تسجلين البيت باسمك. إن شاء الله. مع إني يبا ما أظن مشعل يوافق، نفسه عزيزة. طيب أنت واثقت منه؟ إيه يبا، هو ولد حلال وطيب. أها، على بركة الله. ابشري يا بنيتي، اليوم أخليهم يحولون المبلغ بحسابك بإذن الله. الله لا يخليني منك يا طيبي. ولا منك يا بنيتي. الله يطول بعمرك. آمين، وعمرك يطول إن شاء الله. الحمد لله.